السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تتمة لابليكاسيون ديالنا الخاصة باللوغين والاوثنتيفيكاسيون. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفو لا كرياسيون ديال لي زابي اي او بيان راوت او بيان لي زابي اي راوتس. دونك نبداو ان شاء الله باذن الله بالكرياسيون ديال الفولدر الخاص بالراوتس. دونك الوغ غندير mkdir pardon routes et cd routes خصني نكون سيتوي toujours في الفولدر باك اند aussi mkdir dans le folder routes pardon نكري un autre folder سميتو api aussi rendir cd h api après je nous rendir touch and create h users.js le khas bash brow dienna donc à la barakatilla voilà a wa tkriye li h routes dieli donc a wa routes ou fi folder akhor li huwa api في users دونك mkdir routes cd routes mkdir api and cd api and touch users.js maintenant غادي نحاول ما امكن انني نحط الريكواير ديالي في الاش في الفايل users.js شنو هما هاد الريكواير دونك غادي نستعمل اكسبريس اول حاجه اكسبريس دونك كونست اكسبريس ريكواير اكسبريس يس اند غادي نستعمل راوتر كونست راوتر اللي غتجي مناش غتجي من اكسبريس دوت راوتر aussi on s'appelle h bcrypt const bcrypt regimen require bcrypt 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 yes voilà là tu connais bcrypt js js donc il peut je vois واش خطأنا فيها or not donc عندنا bcrypt كريبت جي اس دونك كتكون هي هذيك وصي عندنا اش جي دبليو في تي اللي هو جيسون ويب توكن دونك كونست جي دبليو في تي اللي غادي تكون هي جيسون ويب توكن جيسون ويب توكن يس الوغ ابخي شنو عندنا كونست كيز اللي هي اش ريكواير ديال اش غنجيبوها من عند الكونفيغ كونفيغ دونك نتسناو نشوفو واش البات ديالنا هو هذا خصني نخرج من الراوتس وندخل تي ديريكتومون للكونفيغ سلاش كيز دونك هذا هو الباد ديالنا اللي خاصو يكون جو سي با واش غادي يديني الكيز اللي كاينه فاش في الكونفيك اكستراكت كونستانت نو دونك فوالا هادو هما لي ريكواير ديالنا باردون دونك maintenant غادي نمشيو نديرو load لاش input validation donc load input validation غادي نديرو واحد const نسميه validate register input وغادي نعطيه اش require وغادي يمشي يقلب ليا على اش على الفاليديت اللي كاينه
في الريجستر، يعني غنمشي اش الفاليديت، خاصني نمشي توجور الفاليديت. دونك دابا نقلب على البات، خاصني نخرج من هذا ونقلب على فاليداسيون، فاليداسيون سلاش ريجيستر، حيت ما عطاش ليا انتيليجامون جو سي با واش غادي تخدم. المهم في لو تيست غادي نشوفو واش كاين شي بروبليم. فاليديت لوغين input donc require خاصني اش نمشي نقلب على validate validation slash re slash login. خاصني je pense انه هذا الراوت خاصها تكريها وسط الباك اند، وانا كريتها درتها في هادشي علاش ما كيعطينيش لي بات ديالي صحاح. دونك مانتونو غادي يكونوا لي بات كلهم صحاح. الوغ نمشيو للاي بي اي ديالنا، فوالا. دونك دابا كلشي خدام، سا مارش. الوغ نرجعو ل يعني دابا غنديرو لود، لود يوزر موديل. باش نلود يوزر موديل غندير كونست يوزر وغنعطيه ريكواير اش، خصو يمشي ليا فين؟ يمشي للمودلز، يس، ويمشي ليوزر. دونك تو سامبلومون هادو هما لي ريكواير ديالي. من بعد غادي نكريو اش الاند بوينت اللي هو الخاص بالروجيستر. دونك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي، وان شاء الله باذن الله غادي نمشيو نكريو الاند بوينت من بعد الخاص بالروجيستر في الراوت ديال اليوزرز.